يوشا سي 630 جي، شاشة تشخيص ملونة بدقة 6 ميجا بكسل، مطابقة مع الأحجام والدقة الأكثر شيوعاً. تناسب هذه الشاشة سير العمل لمعظم أخصائي الأشعة. يمكن أن يحل وضع الشاشة المزدوجة السلس محل الإعداد التقليدي لشاشتين بدقة 3 ميجا بكسل. بالإضافة إلى ذلك، مع زجاج الواقي الأمامي المطلي، يقلل بشكل كبير من الانعكاسات، والسلامة مضمونة. علاوة على ذلك، يوفر تصميم المظهر الرائد في الصناعة تجربة قراءة غامرة. تم تجهيز الشاشة بمنافذ إدخال وإخراج متعددة، يمكن اختيارها بحرية لوضع الشاشة الواحدة أو وضع الشاشة المزدوجة. يتم توفير أيضاً مخرج DP1 تدعم اتصال سلسلة ديزي، تمكين اتصال أنظف وأسهل لشاشات متعددة. تتم معايرة كل شاشة DICOM في المصنع مع 16 بت LUT وتعويض الضوء المحيط ومعايرة درجة حرارة اللون وتثبيت الإضاءة الخلفية ومعايرة توحيد ملء الشاشة والعديد من التقنيات الأخرى. يمكن ضمان دقة الصورة مدمج ببرنامج يوشا كواليتاس مراقبة الجودة. يمكن للمستخدمين التحقق من جودة الصورة ومعايرتها بسهولة، تحقيق الدقة على المدى الطويل وتلبية متطلبات التنظيم. يكتشف المستشعر الشخص الموجود أمام الشاشة وإيقاف تشغيل الشاشة عند عدم اكتشاف أي شيء. يقوم مستشعر الإضاءة المحيطة بقراءة قيمة الإضاءة بانتظام التي سيتم استخدامها للتعويض والتحذير. وفقاً لذلك، تلبية بمتطلبات مراقبة أنابيب الإضاءة المحيطة في المعايير السائدة. تقوم وظيفة فوكس فيو بتطبيق قناع الشاشة عن طريق تتبع موقع المؤشر. يساعد هذا الأطباء على التركيز بشكل أفضل على منطقة معينة للتشخيص أو المقارنة. يمكن بتنشيط وظيفة سمار توش بسرعة باستخدام زر اللمس في اللوحة الأمامية، زيادة السطوع مؤقتاً لمشاهدة المزيد من التفاصيل مع حامل البطاقة الممغنطة. تحاكي وظيفة XFV تجربة العرض المبسط للقراءة التقليدية. يمكن للأطباء استخدام هذه الميزة لقراءة أفلام الأشعة التقليدية، جعل التشخيص الرقمي والتقليدي ممكناً. من أجل حل مشكلة التبريد لهذه الآلة القوية، يتم محاذاة بدقة مئات فتحات التبريد بالترتيب. يتم إخفاء مروحتين مدمجتين أخريين في الغطاء الخلفي، قوي لكن هادئة. الشاشة مزودة بقاعدة متعدد الوظائف، يمكن للمستخدمين بسهولة ضبط مستوى إمالة الشاشة وارتفاعها وزاوية الدوران والاتجاه، قابل للتخصيص بالكامل مع بيئة العمل. يمكن أيضاً إزالة القاعدة بسهولة ومثبتة بمنفذ قاعدة قياسية متوافقة مع معايير VESA مقاس 100 mm × 100 mm. يوشا سي 630 جي، شاشة تشخيص ملونة بدقة 6 ميجا بكسل.